في ملعب الفتح هذا الموسم. مباراة مفتوحة بين الطرفين، محاولات عديدة للإحراز. الرجاء البيضاوي في الانطلاقة، هنا تمريرة لعادل ميكي، ديالو كاد أن يحرز الهدف الأول. هنا محاولة لفائدة فريق الفتح الرباطي بدودان أمام حارس المرمى شادلي، ينقض على الكرة، ركنية هنا زكريا عبوب، دقة 23 والهدف. باي يسجل هدف السابق لفائدة الرجاء البيضاوي 1-0. الرجاء والفتح يلعبان خلال هذه المباراة من أجل احتلال المركز الأول في ترتيب العام. الرجاء البيضاوي بمسيرة موفقة منذ مجيء المدرب مولدوفان. هنا سيصاب اللاعب عادل ميكي بكسر إثر خشونة واضحة للاعب المستوري ليغادر الميدان مباشرة. بعد ذلك ضربة بالرأس، الكرة ترتطم بالقائم، وهنا هدف آخر لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بعد خطأ واضح للاعب بختي ليسجل ضد مرماه 2-0 لفائدة الرجاء البيضاوي. نشاهد هنا الإعادة بالعرض البطيء، الخطأ، ربما هذه ستكون بين أهم لقطات هذا الموسم. الفتح الرباطي وجد نفسه متراجعا خلال 35 دقيقة. فريق الرجاء تنعفه، فريق وجال مدينة الرباط لتحقيق نتيجة إيجابية. فريق الفتح قدم عرض جيد خاصة في الشوط الثاني، كانت هناك بعض الأغلاط اللي أعطت الفريق الرجاء انتصار. الدقة 45 ضربة حرة لفائدة فريق الفتح الرباطي بدودان بالرأس، والهدف 2-1 نتيجة الشوط الأول. الفتح الرباطي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام. هنا محاولة أخرى لفائدة فريق الفتح الرباطي. المباراة عرفت اندفاعا كبيرا من الطرفين، عرفت أيضا طرد اللاعب عادل بكري من صفوف فريق الرجاء البيضاوي بعدما تلقى هنا بطاقة حمراء. اللحظات الأخيرة من المواجهة، فريق الفتح الرباطي بمحاولات بحثا عن هدف التعادل. آخر محاولات، هنا مرة أخرى الكرة تتطم بالقائم، واحتجاج كبير على المدرب وعلى الحكم مشمور. المدرب مولدوفان مستاء لإصابة ميكي. Le plus important chose, c'est non parce que nous avons gagné, c'est la blessure de Mickey, parce que c'est une très grave blessure et j'aime mes joueurs et je ne veux pas se passer une chose pareille jamais. وعلمنا أن ميكي أصيب بكسر في الكحل وسيخضع هذا المساء لعملية جراحية، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة من جديد لفريقه الرجاء البيضاوي.